اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده حاب ان هي تكون لها مذاق خاص وطعم تاني. هي نفس المكونات، ربنا سبحانه وتعالى عادل في الحاجات اللي بيديها لنا حلوه نستمتع بيها. معانا شويه لحمه ضاني حلوين ملبسه، حته اللحمه فيها نسبه دهون من 30 ل 40%. هنعمل النهارده طاجن اللحم بالكاري، ده عايز شويه رز ابيض كده والواحد يكون قاعد نفسه ياكل حاجه فيها صوص كاري، وخاصه لما نخدم عليه كويس بالصور كريم بالزبادي بجوز الهند، والاكله دي طبعا جذورها بترجع للمطبخ الهندي. معانا ورق عنب النهارده، لازم اعمل حله ورق عنب عشان ارضي جوزي. بالعكس، انا هخليك تعملي النهارده ورق عنب سلطه لطيفه وجميله بزيت الزيتون مع البرغل، نفس الطعم اللي لو كنت عاملاه محشي ورق العنب. هنعمله النهارده بتكنيك عالي جدا، هياخد عصير الليمون وياخد دبس الرمان وزيت الزيتون، حاجه لطيفه. وهنستخدم طبعا البرغل بدل الرز لو احنا بنحشي ورق العنب. معانا النهارده طبق مقبلات لطيف وجميل، مش كل يوم لازم يكون فيه طرشه على السفره، املاح كتيره ومش عارفين المصدر بتاعه، فانا عايزك تعملها على السفره بتاعتك شويه طبق طماطم بالزيتون الاخضر او الزيتون الاسود مع التوابل اللطيفه الجميله. خلونا نطلع فاصل صغير لان عندنا تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، احنا حطينا في الاعتبار لما نيجي نعمل المنيو بتاعنا والغدا بتاعنا، وجبه الغدا وجبه العشاء ايا كانت السفره بتاعتنا في الوقت المناسب، نحط في الاعتبار ان في صغير وكبير ولازم نرضى افراد الاسره. هو ده دورك في العيله او في الاسره او في البيت او في مطبخك. ما اعملش الاكله اللي هي على مزاج زوجي وبس، في حماتي بتزورني، في مامي، في بابا، وهكذا. النهارده معايا شويه لحم ضاني، حته لحمه حلوه كده ملبسه، عايز اعملها طاجن اللحم بالكاري. والكاري انا شخصيا بحبه مع رز ابيض، رز ابيض كده يتفلفل مع معلقه زيت وشويه حبهان، لطيف جميل. هو معانا على فكره مستوي وجاهز وغرفينه. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل طاجن اللحم بالكاري مع خضار. دايما الشيف المغازي بيخلي الخضار يشارك مع الطواجن علشان تزيدوا قيمه غذائيه عاليه جدا. معانا من الكوسه ومعانا من الجزر والبتنجان وفلفل الوان، بصل لطيف وتوم، حته اللحمه الحلوه وجوز الهند المبشوره الناعمه، وطبعا مسحوق الكاري وليس جذور الكاري وليس نبته الكاري، مسحوق الكاري او تتبيله الكاري، لان الكاري تركيبه من التوابل اساسها الكركم، بيخش عليها الكمون وجوز الطيب والفلفل الاسود وحبه البهار الحلو وهكذا. والبابريكا ده اساسي اللي هو المكون بتاع الكاري. تعالوا نشتغل مع بعض ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. من ضمن الاسئله اللي بتيجي على السوشيال ميديا، حته اللحمه ما بتستويش معانا بسرعه يا شيف، يعني عشان نعمل لحم بالكاري اللحم بيقعد له ساعتين ثلاثه على النار وفي الاخر ما بنلاقيش اللحم مستوي زي بره. انا هعلمك تركيبه بسيطه خالص دلوقتي وانا شغال، هخلي لك اللحم ده يستوي بسرعه واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده. هعمل ايه يا شيف؟ هاخد اللحم ده كده، اللهم صل على النبي، وعندي طاسه شديده الحراره، ماشي، نحط الفلفل ده مش مشكله. حته اللحمه لازم تكون متقطعه كلها بحجم واحد، ما ينفعش تقطعي اللحمه حته كبيره وحته صغيره، نبقى قاعدين على السفره الحته دي مستويه والحته دي مش مستويه، لازم يبقى في نسبه وتناسب في تقطيع اللحم. عشان كده لما تيجي تعملي شيش طاووك او شيش كباب وتعملي في السيخ تشكيه في السيخ، لازم يكون كله متقطع قد بعضه، ما يبقاش واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. نفس الموضوع مع الخضار، إذا بتحط فلفل أو بصل، ده مهم جدا على فكرة، من الحاجات الأساسية في ترتيب مطبخك وثقافة المطبخ. أهو اللحم كله متقطع قد بعضه، نسبة الدهون زي ما قلت لحضراتكم تقريبا من 20 ل 30%. الحتة اللحم زي ما هي كده، أنا مش هحط عليها حاجة خالص، زي ما هي بريئة، زي ما جبتها من عند الجزار قطعتها، بحط هنا معلقتين من الزيت. أدي اللحم في قلب الطاسة وفي قلب الحلة، لازم تكون شديدة الحرارة، نقلب كده بالشكل ده كده، اهو 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 حتة اللحمة استوت معايا، ادينا 10 دقايق درش هتلاقي اللحم دي استوى، اهو اهو اهو. قبل ما اطلع معانا واحد في الاستوديو حبيبي قال لي يا شيف مغازي اللحم ده عايز له 5 ساعات، ده انا عايز اتغدى منها. اتغدى مين؟ هغليك تاكل منها بعد 5 دقايق. اهي اتحمصت على النار في طاسة شديدة الحرارة. ولكن عايز اقول لك معلومة حلوة، دايما اللحوم والمشويات لما تيجي تشويها في طاسة أو في حلة لازم تكون سميكة. السماكة بتاعت الحلة أو المعدن أو الخامة اللي بتشتغلي فيها أو الماتيريال عموما يعني
كل ما كان سميك كل ما بيحتفظ بدرجة حرارة عالية جدا، عشان كده بصنعه من الجريلات من حديد زهر مطاوع بيسموه كأنه نعرفه في الثانوية العامة، اللي هو بيمتص الحرارة بسرعة ويحتفظ بيها، أو الزهر، الحاجتين دول مهمين جدا، فهم دول اللي بيحتفظوا بدرجة الحرارة عشان تسوي الحاجة. في قلب الطاسة حتة اللحمة وفي قلب الحلة أسيبها كده تستوي زي الفل على ما نقطع الخضار مع بعض. الخضار اللي موجود عندك في درج التلاجة أيا كان هو، معانا جزر بالشكل ده كده، شفت لما تيجي عندي كده بقطعها بالشكل ده كده عشان يبقى فيه نسبة وتناسب، بالشكل ده كده ده بالنسبة للجزر. معانا كوسة برضو نفس القصة. أنا بقى بعشق الخضار، يقول لك من جور السعيد بيسعد، اللي بياخد طعم الكاري وطعم شوربة اللحمة. في بتنجان كمان، الله الله، بتنجان أبيض بتنجان أسود مفيش مشكلة، بنقطعه بالشكل ده كده، والحتة اللحمة بتستوي. ما حطناش بهارات، مش عايز بهارات، ما حطناش بصل لسه، أنا بشوح حتة اللحمة بديها صدمة نارية على النار بمعلاية زيت، ده بيساعد على سرعة تسوية حتة اللحمة ويخليها طرية ويخليها محتفظة بالجوس بتاعها أو بالسوائل بتاعتها، بيبقى لها طعم. ساعات لما نيجي نجيب حتة لحمة بنسيبها في النار كتير أو بنسيبها على جريلا كتير، نيجي ناكلها نلاقيها زي الإيه، زي السفنجة، ما فيهاش طعم خالص. الطعم فين يا عم الشيف؟ نشف مع الحلة مع درجة الحرارة. الفلفل ده كده بنفس الطريقة، قطع كده. الخضار ده مهم جدا على فكرة بكل مكوناته، فلفل ألوان فيتامين سي، الجزر فيتامين سي، غير الألياف بتاعته مفيدة جدا، يعالج مشاكل الإمساك. كمان البتنجان غني جدا بكل المعادن، والألياف بتاعته لطيفة وجميلة وآمن مفيش مشكلة. معايا كمان فلفل أصفر أهو، والحتة اللحمة بتستوي. شفت تنظيمك للمطبخ ازاي؟ استغلنا الوقت اللي بنقطع فيه الخضار، الحتة اللحمة بتستوي على النار، ده اللي أنا عايزه. قطع كده حلو قوي. فين البصل يا عم الشيف؟ اصبر عليا شوية، ده الخضار جاهز اهوت. معانا بصل زي الفل، بصل هنا بنقطعه جوليان بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. كمان واحدة حلوة. الكاري ده بياخد طماطم يا شيف؟ لا، هياخد معانا معلقة معجون طماطم مع معلقة سكر لطيفة حلوة عشان الحموضة، كل ده مع بعضه. تعالوا نبص على اللحمة أخباره إيه، حلو قوي. نجيب معلقة حلوة كده، إيه الدنيا عاملة إيه هنا؟ خلاص أهي حتة اللحمة، شفت؟ خلاص زي الفل، تقريبا على وشك إن هي قربت تستوي. حلو قوي. الطبيعي حتة اللحمة عشان تاخد الطعم بتاع التوابل بننزل عليها كده بشوية الكاري الحلوين، يوم اللحم الأنسجة بتاعته تشرب الكاري، يبقى عاشق ومعشوق اهو. فص توم حلو، بدأت أشم ريحة الكاري الحلوة اللي هي ريحة تركيبة البهارات، التوم بتاعنا اللطيف الحلو ده كده. دي طريقة سريعة لتسوية اللحم، كاري وتوم، بقية البهارات بتاعتنا، شوية بابريكا حلو، شوية فلفل أسود، اللهم صل على النبي. عايزاها سبايس بتحط شطه، شويه الملح التمام مع تسويه اللحم، نقلب اللحم كده، اصبح ان اللحم شرب من طعم التوابل. زي الفل، حلو قوي. انزل بالبصل بتاعنا، الله. انا عايز اعلمك السرعه في المطبخ، جوزك كلمك بالتليفون قال لك انا جاي على الغدا بعد ساعه زمن، تكون شاطره زي الشيف المغازي كده، تكون عامله له طاجن اللحم بالخضار ده دخل الفرن، على ما يستوي تكون عملت شويه الرز المصري، على ما يستوي تكون عملت سلطه حلوه، عملت له ورق عنب، ما لحقتش يا حبيب قلبي اعمل لك محشي ورق عنب، بس الشيف المغازي علمني ازاي اعمل الورق العنب سلطه لطيفه. مش انت عايز تاكل ورق عنب لازم تاكله ملفوف يعني جواه رز؟ انا عملته سلطه، هيتسلق دلوقتي وبعد كده نقطعه، ينزل بزيت الزيتون بقى، عصير الحامض، دبس الرمان، برغل، بقدونس، نعناع، بقت احلى سلطه، سلطه الورق العنب اهو. شايفين البصله الجميله الحلوه مع توابلها زي الفل في قلب الحله. ناخد بقيه الخضار، عندنا الزيت بيسخن هنا زي الفل، اشوح الخضار ده في الزيت، دي طريقه سريعه لطيفه وجميله اهو.
هتقولي لي حمرت ليه الخضار في الزيت؟ بيدي شكله بيدي طعم حلو اهو. حلو قوي زي ما بنحمر الباميه كده في الطاجن اهو. الله اهو زي الفل. خليه في قلب الزيت كده، اشيل دول من هنا، واللحم عندي بيتحمر. ايه الاخبار؟ اهو حاطط التوابل بتاعتي، اللحم قرب يستوي، عندي ميه بتغلى على النار. اللهم صل على النبي. يلا 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 هو ده اهو. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اه شايف لون اللحم مع البصلايه والتومه؟ آه. ولازم تضرب الحديد وهو سخن، يعني يكون عندك ميه بتغلي، ما ينفعش يكون حته اللحمه هنا عطشانه وبتستوي مع توابل ومع بصل ومع بهارات وانزل عليها بميه بارده، تزعل مني قوي. هي بتعيط بس ما انتش حاسه بيها، هي بتتألم بس ما انتش حاسه بيها، ما ينفعش تبقى حته اللحمه في حاله من الحراره وشديده الحراره مع التوابل وانزل عليها ميه ساقعه. عندك براد بيغلي فيه ميه، عندك حله ميه بتغلي على النار، عندك شوربه طلعها من الثلاجه وهكذا، سخنيها واغليها وحطيها، يبقى كله مع بعضه كده بيغلي. الخضار بتاعنا يطلع اهوت من قلب الزيت بعد التحميره الحلوه اه زي الفل. تصفيه كويس طبعا من الزيت اهو. التشويحه دي بتخلي الخضار له شخصيه مع اللحمه، ما يتهريش ما يبقاش يخني. تشويحه الخضار بيسالوني دلوقتي في الكنترول، شيف مغازي هو انت ليه حمرت الخضار؟ ما كنت نزلته على اللحمه، ايه اللي هيحصل يعني؟ مفيش مشكله لا خالص، انا ليا هدف في الموضوع. بتحمري بطاطس او بتعملي صينيه بطاطس او بتعملي صينيه كوسه، يفضل انك انت تحمريها في قلب زيت نظيف زي الفل. الزيت ده يا عم الشيف او التحمير ده بيعمل ايه زي الفل؟ بيخلي شكل الخضار له شخصيته مع اللحمه، مع فراخ مع لحمه تلاقيه واخد الشخصيه بتاعته. طبعا مطلوب مني اطلع فاصل صغير، ولكن قبل ما اطلع الفاصل بروق مطبخي عشان كمان يبقى عندي طاقه ايجابيه ان انا اقف في المطبخ اكبر وقت ممكن. اللحم بيغلى على النار مع الكاري وطعم الكاري، الخضار عندي بيستوي. هنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف التركايه الاخيره لعمل طاجن اللحم بالكاري مع الخضار ولتقديم رز ابيض. اه تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. افتح يا سمسم. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال وايه اللون ده؟ اه لحم عايم خلاص، لحمه استوت اهي. تراهن؟ طلع حته لحمه دلوقتي تضرب فيها الشوكه تبقى زي الفل. اه خضار عندنا جاهز زي الفل، بس المرق مش عاجبني صيص. انا بشوف السوس الكاري في المطاعم والفنادق الكبيره الاساتذه بيعملوه، بيبقى له قوام حلو ولطيف وجميل، قوام كريمي. بيجي منين يا مغازي؟ اصبر على رزقك. ادي جوز الهند ناعمه. جوز الهند ناعمه. هو بقى ليه عندك طاجن اللحم من المطبخ الهندي فلازم ياخد جوز الهند ناعمه. تقريبا معلقتين حلوين كده زي الفل يا عم الشيف. بنعمل ايه عليهم؟ بنحط شويه نشا. الله عليك وعلى والدك، ما تحطيش دقيق عشان تاكلي من الطاجن ده زي ما انت عايزه. لو حطيتي دقيق هيلكمك. بيلكم يعني الدقيق، عامل لما تحطيه بتعمل البشاميل تاكلي معلقه والثانيه بتلاقي الواحد كده خلاص الاكله تقيله. خلي بالك مش يقول لك انا حصل لي لكمه. اتلكمت يعني ما اكلت معلقه والثانيه ومش قادر اكمل. ده الطبيعي زي ما هم كده. دقيق وجوز الهند بنقلبهم في شويه ايه يا عم الشيف؟ شويه ميه. عند الخضار بيتحمر مش قلقانه من ناحيته. جوز الهند انا دوبتها حطيتها في النشا وقلبتهم في شويه ميه. زي ما انا شغال كده. وانزل بيهم. يلا يلا عمور. هو ده. القوام جه من هنا. اقلب كده الدنيا عامله ايه؟ الشخصيه اهو. شفت القوام؟ هو ده اللي انا بدور عليه. شفت القوام ده كده؟ الصوص الكاري مع حته اللحمه خد القوام زي الفل. شوف عم الخضار اخباره ايه؟ تشكيله الخضار اللطيفه اهي. اخد الخضار بتاعي، بدات اسمع صوت. الصوت طلع اهو. حلو. الخضار بتاعنا صفيه بالزيت جيدا. الله عشية الخضار دول. زي الفل زي ما هو كده. يلا مع بعض. خلص الطاجن الخضار. ايه يا شيف مغازي ده؟ ايه ده؟ ونقصر عليه النار بقى ونسيبه يعيش مع نفسه. الجزر بشخصيته، البتنجان بشخصيته،
الكوسة بشخصيتها، الفلفل الألوان بشخصيته. لسه ما خلصتش التركية الأخيرة. الله. طبعا ادي مساحة من الخضار ده برضه هينزل سوائل. شفت الطاجن ده كده؟ لسه ده عايز شوية مية. أعمل إيه بقى؟ حط شوية مية مغلية. اوعى تحط مية ساعة زي الفل. ونقل نظبط الملح بتاعنا. اللهم صل على النبي. طبخة هي تاكل العيلة كلها منها، تعزمها قرايبك وحبايبك، مكعبين من الزبدة بتدعم الطعم. جوزي بيحب الحار، حط له كمين كده قرنين فلفل حار حلوين، والكاري عموما كده كده بيبقى حار، وممكن يتحط سليم زي ما هو عشان الأطفال ياكلوا من الأكلة دي. وعملت حلة بالكاري مع الخضار مع اللحمة. نعم ينفع بالفراخ، بس انا ما احبوش بالفراخ الصدور، احب الفراخ تكون سليمه كده. يعني امسك الفراخ اقزقزها كده وقطع الفرخه 8 قطع، ونفس الموضوع اللي انا عملته مع اللحمه اعمله مع فرخه قطعتها 8 قطع، نفس الطريقه ينفع مع الفراخ. حبيب قلبي شايفين اللحم بالكاري؟ هو ده خلص الموضوع. هغطي الحله بتاعتي كده وانساها شويه واقصر النار عليها، وعندي رز ابيض مسلوق وجاهز. هو ده. في تركيه اعملها في الاخر عشان تواصلي معايا، هي صغيره جدا اعملها في الاخر، مش هقول عليها دلوقتي. اوطي النار، اللي هيقول عليها هاخد الكاري ده واجي عنده البيت اكل مع بعض. حد يقول لي ايه التركيه الاخيره؟ هديت النار. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، الطماطم اللي طلعت من قلب الطماطم او من القلب بتاع الطماطم دي ما تترميش يا حاجه يا ست الكل، هتاخدها زي ما هي كده، زي ما هي اهي، زي ما هي بسقطها هنا. قلتش حاجة. هو ده المطبخ بس خلاص. وقلبها تقليبة كده عشان تتعرف على حبايبها. ما عملتش حاجة ده. ده بالعكس تديها طعم حلو قوي. شايف الكاري؟ الله الله. والخضار بشخصيته، اللحمة يستوي ويتهري، والكوسة كوسة، والجزر كوسة، والجزر جزر. يعني ايه يا شيف؟ يعني تحميرة الخضار في قلب الزيت اداله شخصية واضاف له شخصية وخلاه واخد الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. هسيبه كده نتفرج عليه ونكمل موضوعنا مع الطماطم. ده الكاري بتاعنا. ايه الاخبار؟ نبص عليه الاول كده نشوف الدنيا عامله ايه. بتيجي تبص معايا كده، ايه رايك؟ ايه رايك؟ شفت الجمال؟ يا ويلي دايب دوب حته اللحمه، صوص الكاري، قرن الفلفل الحار، حته اللايمه، حته اللحمه بدات اللي هي الانسجه بتاعتها تبقى ملبل. جوز الهند مع معلقه النشا مدين شخصيه لكل حاجه. تعال نغرفه مع بعض كده. يلا حلو قوي. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تركايه نسيها والله. كزبره خضراء، كزبره خضراء بتنزل كده على الطبق اول ما اشيله من النار. مش بقدونس، كزبره خضراء بتعلم من الطعم، بتعلم من الفليفر. ونقلب الكزبره الخضراء كده مع الكاري. اوعى تحط شبت. بدات اشم ريحه الكزبره الخضراء. ولا كرفس. الكرفس التست بتاعه عالي جدا، انا عايز الكاري هنا هو المسيطر، هو الطعم بتاعه. تاكل صوابعك وراه، تاكل الجزرية قبل الكوساية. هتسيب اللحمة للضيوف. طاجن اللحم بالكاري، ممكن تدخليه الفرن مفيش مشكلة، تحطيه في طاجن فخار وتدخليه الفرن عادي. ممكن تعملي زي اخواننا في الهند، نعمل عجينة من الدقيق، رشة ملح، رشة سكر، مية دافية، عجننا عجينة سيبناها تتخمر، وعملنا له ايه؟ كفر من العجين، ودخلناها الفرن مع شويه حبه البركه كده، تبقى لطيفه وجميله. ده برضو كل ده عملناه ونعمله تاني وتالت. في الهند بيقدموه كده، يحطوه في الطاجن الفخار، يحطوا عليه العجينه ويدخلوه الفرن، تقوم العجينه تستوي، يطلع الطاجن لطيف وجميل، تضرب السكينه في قلب الطاجن تلاقي اللي انا بغرفه ده. هو ده. فين عدله؟ عدله الكوشه بتاعته رز ابيض. الف هنا وشفا. فين الرز الابيض يا شيف؟ انا عايز احطه جنبه. ليه بقى؟
عشان الاثنين مع بعض ولاد عم. عملنا النهارده طاجن الدجاج، طاجن اللحم بالكاري، شفنا عملناه مع بعض ازاي، التست بتاعه جه منين، من جوز الهند اللي دوبناها مع معلية من النشا في قلب الميه وحطيناهم في الاخر. معانا طبق سلطه جامد جدا فيه كل العناصر الغذائيه والقيمه الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم، بدايه من الطماطم والرمان مفيد جدا، ورق العنب، عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم، النعناع، البقدونس، البرغل منتج من البقوليات. معانا الطماطم جميله، نوع من انواع المقبلات على السفره بيغريك انك تروحي محل الترشي، ما تجيبيش ترشي لاولادك في ملح زياده وما تعرفيش المصدر بتاعه. عدل السفره بتاعت شويه رز ابيض حلوين زي الفل، بيتكلموا مصري مع طاجن الكاري، اكيد طبعا فينا انسجام لطيف وجميل. يعني نقول مع بعض بصوت عالي وبشكر حضراتكم الكلام الطيب الحلو اللي بسمعه من كل الساده المشاهدين من كل المحافظات، بصراحه بيخليني اذاكر طول ما انا قاعد علشان اقدم لكم الحاجه الحلوه، اذاكر من جوايا، اذاكر جوه نفسي، اتحدى نفسي من جوايا، انا مش بتحدى حد، انا دايما اتحدى نفسي من داخلي عشان اعمل حاجه حلوه، ولما بتحدى نفسي بقى اطلع حاجه حلوه. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماسبيرو. We'll be right back.